اهلا بكم من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا هذا الصباح. كانت ولا زالت وكان ولا زال موضوع التعليم من الاولويات في مجتمعنا الاردني وللاسر الاردنيه. الكثير من الاسر كانت تلغي الكثير من الحاجات الاساسيه في عائلاتها من اجل تعليم اولادها، كان هذا في تاريخ الاردنيين والاسر الاردنيه ولا يزال حاضرا والحمد لله في الكثير من الاسر الاردنيه. موضوع التعليم موضوع اساسي لا يمكن المساواه فيه، واحنا بنفتخر حقيقه انه يعني احنا من اوائل البلدان العربيه اللي صدرت اطباء ومهندسين وغيرها من الخبرات العلميه والاكاديميه والكثير من المتفوقين في الوطن العربي، وكان في ايمان دائما وابدا بموضوع التعليم. الان عيره ويرقه وخصوصا عيره، يعني انا المعلومه اللي قراتها انه نسبه الاميه تكاد تكون معدومه تماما، ويعني نسبه المتعلمين والدراسات العليا الموجوده في هذه المنطقه تكاد ايضا تكون مرتفعه للغايه. واليوم بصرنا ان يكون معنا اثنين من الذين يعني تقلدوا مناصب وايضا علميه وايضا يعني سياسيه موجوده في البلد، سيتحدثون عن موضوع التعليم وعن طريقهم وكيف شقوا في هذا المجال الصعب. منرحب وإياكم هذا الصباح بالفريق الطبيب المتقاعد عبد العزيز زيادات، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك، وأيضا دكتور عبد الهادي العلاوي نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير ويا ميت مرحبا فيكم. يعني إحنا فعلا التعليم أولوية بأسرنا الأردنية، دائما كنا بجوز حتى يقولونا كنا ما نجيبش خبز بس ندفع لأولادنا يروحوا على المدارس. كيف كانت الأجواء في ذلك الوقت؟ يعني إذا بتصف لنا فعلا اهتمام العائلات الأردنية بالتعليم. شكرا لك وللتلفزيون الأردني على استضافتنا هذا الصباح. وإحنا الصحيح في بدايات الدراسة بقريتنا اللي هي عيرة، واللي نعتز ونفتخر فيها زي باقي قرانا الأردنية، عشنا بظروف يعني هسه صعب الواحد يحكي عنها، ظروف كانت صعبة في ذلك الوقت. احنا كنا يعني الناس معظمها كانت أصحاب حلال وتتحرك من منطقة لمنطقة ضمن المنطقة اللي احنا نعيش فيها يعني، ولكن المركز كان القرية وفيها مدرسة. وفي ذلك الوقت احنا يعني أنا بذكر أني كنت أمشي بعض أحيان 5 أو 6 كيلو باليوم مشي، وأنا في الابتدائي طبعا درست في مدرستي، نمشي عليها مشي الصبح 5 أو 6 كيلو نوصل للقرية ونأخذ المعلومات اللي نأخذها من أساتذتنا الأفاضل، وبعدين نرجع برضو في نفس المشوار. وكنا بمناطق مختلفة، تعرفي كانوا أهلنا أصحاب حلال، مرة بالقرية مرة في غرب القرية مرة شرق القرية، فأنت بدك تنتقل مع أهلك. بدك تنتقل مع أهلك، لكن لما يبعدوا شوي كنا نظل في القرية، نظل الواحد عند عمته عند خالته عند في مكان قريب من المدرسة. فبيظل في ذلك الوقت، ولكن هذا يدل على حقيقة على إصرار أهلنا إن نتعلم، إيمانهم بالتعلم، إيمانهم في هذا الذي. وإلا أنت في ذلك الوقت كان قسم كبير من الناس يودوا أولادهم على شغلوهم لأن ظروف الحياة كانت صعبة والإمكانيات كانت صعبة والفلوس في ذلك الوقت كانت شحيحة، وكانت الناس ترعى مع الغنم ولا الأرض أو كذا. لكن يدل على أنه أبهاتنا وخصوصا أنا واللي قبلي زي عضوفة الدكتور في ذلك الوقت، أنه أهلنا وبالذات والدينا هم اللي يعني أصروا إلا أننا نستمر في هالحياة الصعبة اللي هذا درسنا في القرية. بعد إن رحت درست في الشونة، في الشونة الجنوبية برضو كانت الظروف صعبة، صحيح نروح في سيارة مسافة لكن شوي أبعاد وسيارة لكن وتنقلات، برضو السيارة يعني لما تقول إلا واحد في السابع أو الثامن يروح على مسافة 20 كيلو مثلا بعيدة بالسيارة ويرجع على مدرسة يوقف على الشارع ويأشر للسيارة، يعني كانت مع ذلك كانت يعني يركنوا علينا ونروح وندرس. وبعد السنتين درست بعد ذلك انتقلت إلى مدرسة السلطة الثانوية درسنا فيها، كانت الظروف لسه أحسن لما بعدها مرور السنوات. فمدرسة السلطة الثانوية درست فيها 4 سنوات وخلصت التوجيهي منها. فالحقيقة احنا نعزي الإصرار على التعليم لأهالينا في ذلك الوقت. يعني في القرية أنا بتذكر كنا 7 أو 8 بالصف، اللي خلصنا السادس ابتدائي، لكن بعد الابتدائي يجوز احنا 2 اللي وصلنا التوجيهي.
وتعدينا للجامعة. نتيجة الظروف الصعبة يعني الظروف بتغربة للناس. اللي قبلنا كان أقل واللي بعدنا زادوا. نعم. الآن صار التنافس في قريتنا الحقيقة شيء نعتز فيه ونفتخر فيه. يعني الواحد يكد ويتعب ويعرق من أجل أنه يعلم ابنه ويجيب الدكتوراه. نعم. وحملت. نعم. الدكتوراه. نعم. الآن أنا بعتقد أهمية هذه الفقرة كبير. يعني أستاذي الكريمين في أنها عم تعطي دروس للأجيال، وبجوز أجيالنا ما بيصدقوا، معقول أنتوا كنتوا هيك تساووا بتبالغوا. صحيح. بس عشان تخلونا بدنا ندرس عشان ففعلا لا بالفعل يعني الأجيال يجب أن تنتبه لأشخاص مثلكما عانوا بالفعل الأمرين حتى يوصلوا لمراتب أكاديمية متفوقة. هاي الدروس فعلا للأجيال. دكتور عبد الهادي، يعني أنت كنت بجوز بالدفعات اللي قبل. نعم. دكتور نعم. تحكي لنا أيضا عن ظروف التعليم في ذلك الوقت لو سمحت. والله أولا شكرا للاستضافة الكريمة يعني وإطلالتنا هذا الصباح على يعني مجتمعنا الأردني الطيب وعلى قرانا الأردنية الطيبة. يا أهلا وسهلا. وعلى قريتنا عيرة ويرقة، إحنا تعودنا إنه عندما تسأل من وين أنت بقول أنا من عيرة ويرقة. توأم. فأنا أعتز بهذا الانتساب لهذه القرى يعني الطيبة، واللي زي ما تفضل عطوفة الدكتور يعني هي مناضلة يمكن نسميها. يعني بشكل عام الأردن هو عنصره البشري هو رأس ماله. صحيح. كان ولا يزال. وكان ولا يزال. نعم. والموارد محدودة في الأردن يعني بشكل عام، وإن كانت محدودة في الأردن فهي بعيرة أقل حدودية محدودية. نعم. نعم. فلأن الموارد محدودة فيعني المجتمع الأردني وبالذات أهل عيرة يعني شافوا إنه الاستثمار بالإنسان هو خير الاستثمار. ويعني بالرغم من الدراسات اللي احنا درسناها يمكن انه لازلنا نتعلم من ابائنا يعني كيف كانوا يصنعوا هذه الاجيال بالثقافه البسيطه من التجربه اللي جابوها. يعني كانوا اهل عيره يعني انا ابوي كان بديت كما بدا الدكتور يعني بمدرسه ابتدائيه بسيطه. وكان يعني الصف مجموعه من الصفوف. يعني الغرفه الواحده فيها صف رابع وثاني وثالث والى اخره. ومع ذلك يعني كنا يعني نفهم دروسنا ونتابعها والمعلم يتابع والوالد يتابع، واخر الليل او لما تتعب انت ابوك يشعر انك تعبان امك يجيب لك بريك شاي احسنهم. ما شاء الله. وهي نوع من التشجيع الى والى اخره. كان في عطش عند الجميع لنهل المعرفه، وكان في 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 اقبال حقيقي على العلم يعني في ذلك الوقت. وترى النجاح باعين امك وابوك لا يمكن تصورها. طبعاً. هذه المهرجانات التي نراها اليوم لا ترقى الى الفرحه التي كنا نراها باعينهم عندما يعني تغرق من الدمع من الفرح بالشهاده المدرسيه. يا ستي احنا هذا اكبر دافع، هالفرحه الموجوده. صحيح. بعيون ابائنا بجوز اكبر دافع نعم. والفرحه احنا الفرحه الكثيره عندما لا يستطيع ان يعبر يبدا عيونه بده يبكي وتسمى بكاء الفرح. نعم. كمثل اي قريه اردنيه بدانا ببساطه، وكانوا اهلنا طبعا اهل حلال. نعم. وكنا ننتقل معهم لكن قريب من المدرسة. المدرسة. أو تضل زي ما قال الدكتور عند حدا قريب من نعم. المدرسة من أقاربك. أبعدوا إحنا بقول نعزب عند العمة ولا عند الجدة والخالة. نعم. إلى نعم. إلى أن يأتوا. نعم. واستمرت إلى أن وصلنا إلى يعني تعدينا المرحلة الابتدائية. أنا شخصيا انتقلت لمدرسة السلطة الثانوية. صحيح. وبدأ مشوار أكثر جدية. لكن صحيح إحنا نروح السلطة بس إحنا منروح مشي. نعم. قد يعني كانت المسافة يعني مثلا؟ المسافة يعني بدك تحكي يمكن ب 12 13 كيلو المشوار. نعم. لما اكون غلط. نعم. اذا كان. نعم. هذا اذا استثنينا المشوار اللي 5 6 كيلو زي ما تفضل عشان تروحوا بس للمواصلات. مواصلات. نعم. فالمعاناة كانت عم نحكي عن ظروف جوية مختلفة. نعم. صيفا شتاء يعني الدنيا مش دائما ربيع. حتى الملابس لم تكن متوفرة كما. نعم. هي اليوم. نعم. ومع ذلك يعني شقينا طريقنا بعزم أهلنا قبلنا إحنا.
لأن في إصرار على النجاح. نعم. ولا يوجد بديل غير النجاح. نعم. عند أهلنا. نعم. صحيح. يعني. أنا كنت أسمع الأمهات والجدات يعني تمسك الولد تقول له يما أنت رأس مالي. أو الولد الأب يحكي لابنه أو لبنته يابا أنت رأس مالي. فعلا يعني إحنا هو العنصر البشري، عنصر البشري كان يعني إيمان تام وراسخ به هذا العنصر. الآن دكتور عبد العزيز، يعني أنا حابة أسألك عن ما بعد المرحلة الثانوية وتخصصك الأكاديمي الطبي كمان. صح. كنت في الخدمات الطبية بس الملكية. بس أحكي شغلة استذكرتها الآن من موضوع إصرار أهلنا على نعم. على التعليم. في ذلك الوقت ما كانش في تعليم للبنات. ما كان في تعليم للبنات. فكانوا الأهالي بيجيبوا بناتهم على المدرسة بيحطوهم بخلف الأولاد بالصف الابتدائي. كان ممنوع من التربية إنه يحطوا البنات. فكان لما يجي مفتش ولا يجي شيء من التربية بيطلعوا البنات خارج المدرسة. وكانوا لما يروح بيجيبوا، واعتقد إنه واحدة كانت يا أختك يا بنت أخوك في ذلك الوقت معنا، وفي بنات خالات إلي وإلى آخره. فتصوري قديش كانوا إنه يجيبوها ويهربوا من الدولة إذا إجت في تواطؤ بين المجتمع نفسه مع المدرسة. يعني في تواطؤ مع المدرسة، وهذا تواطؤ ما أجمله والله جميل. إحنا صحيح بعد ما خلصت الثانوية العامة من المدرسة الثانوية أنا رحت في بعثة عسكرية، كنت تلميذ عسكري على كلية الطب العسكري باليونان سالونيك، ودرست أنا، والدي كان عسكري في ذلك الوقت، ودرست الطب في جامعة أرسطيلوس بسالونيك، وبعدها طبعا مباشرة دخلت القوات المسلحة كوني كنت تلميذ عسكري أصلا. فدخلت وبدأت في رتبة ملازم أول. ودرجت بالرتب العسكرية والمناصب الفنية والإدارية. نعم. في نفس الوقت يعني. نعم. حتى وصلت رتبة فريق في آخرها. نعم. وأيضا وصلت رأس الهرم بالخدمات الطبية، مدير عام الخدمات الطبية الملكية، وأيضا بالتصنيف الفني الطبي أيضا مستشار أول، اللي أعلى تصنيف طبي. ما شاء الله عليك، يعني أكيد رحلة كفاح. وصلنا هذول الثلاثة متوازيات لرأس الهرم فيهم. خلال هالفترة هاي الطويلة اللي إحنا مرينا فيها، مرينا طبعا من مناصب إدارية، أنا من مدير مستشفى ومدير مدينة طبية، وأيضا مناصب إدارية أخرى كمدير لجان عسكرية. نعم. وبالتصنيفات وبالشغلات الفنية كنت أيضا رئيس اختصاص ورئيس دائرة ومدير طب بشري، وأيضا كنت رئيس فريق زراعة الكبد بالخدمات الطبية. احنا هو من زرعنا الكبد بالمملكة. ترجمة يعني حقيقية للمقولة اللي بتقول لكل مجتهد نصيب. ما شاء الله يا دكتور. ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعمر دائما من يعني إلى الأمام دائما بخبرتك وبعلمك. دكتور عبد الهادي، أيضا أنا حابة أعرف الآن أنت نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد. يعني كمان مهمة لا تحسد عليها، صعبة أكيد وبدها يعني مسؤولية كبيرة أيضا. يريد كمان لو نعرف هالمشوار كيف امتد في حياتك ومسيرتك الأكاديمية والعلمية حتى تدرجت بالمناصب. بداية أنا يعني أصنف أكاديمي قبل أن يعني حتى بأي موقع من المواقع، فأنا أكاديمي. أنا أخذت الثانوية العامة وحصلت على بعثة دراسية، وحصلت على البكالوريوس في التجارة من جامعة حلب. نعم. وأثناء الدراسة علمت أن البنك المركزي بذلك الوقت أحسن المؤسسات لاستقبال تخصصي. وعلمت الشروط اللي بده إياها البنك المركزي. نعم. وأنا بالجامعة من السنة الثالثة أو الثانية لا أذكر، وأنا عملت جاهدا لأحصل على التقدير اللي يتطلب البنك المركزي. جميل. والحمد لله حصل اني حصلت على التقدير. ناس عارفه شو بدها من البدايه. نعم. من السنه الثانيه. نعم. انا عارف طريقي وحاب طريق ان يوصل. لما تقدمت للبنك المركزي وما كان سهل الحصول على وظيفه، يعني انا عدت مضمون وظيفتي في الدوله. لكن لاني مبعوث اصلا. لكن حبيت اني اخذ
ابدا بمؤسسه توفيق للافاد. نعم. وكان البنك المركزي من قد تكون افضل المؤسسات والجامعه الاردنيه. نعم. فقبلت بالثنتين الصحيح، بالجامعه الاردنيه كمعيد وبالبنك المركزي، وفضلت البنك المركزي لسبب لا اعرف، وقت انه انا حبيت اتخصص بالاقتصاد. بينما لو رحت الجامعه الاردنيه رايح اروح محاسبه، انا مسار اكاديمي. نعم نعم نعم. فبديت بالبنك المركزي، وبسرعه بعد كذا سنه وفدت الجامعه الامريكيه بيروت وحصلت على الماجستير، وعدت للبنك المركزي، وبعد كم سنه وفدت لبريطانيا للحصول على دكتوراه بالاقتصاد. انا القصص جدا جميله، والقصص جدا فيها عبرة والله للأجيال. أنا بقول دائما يا ريت نسمع هالقصص اللي فيها كفاح، ونسمع القصص اللي فيها تعب. ناس تعبوا على أنفسهم بالفعل، وإحنا أولادنا هالأيام عندهم كل شيء، موفر لهم كل شيء، باصات توديهم بتجيبهم مكيفة، وكل وسائل المعرفة قدامهم، وبعدهم بتدللوا وبتدلعوا. يا ريت لو يعني دائما هيك تكون عيوننا على هذه الأجيال المتفوقة اللي صنعت قدامنا فعلا قصص رائعة. يا ريت كان معي وقت أطول للاستزادة بالحديث، ولكن بالنهاية ما لا يسعني إلا أن يعني أقدم احترامي للفريق الطبيب عبد العزيز زيادات، شكرا جزيلا لك، والدكتور عبد الهادي العلوي نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد. شكرا لكم، وكل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم. شكرا لكم، خير وصحة وعافية، الله يسعدكم. مباشرة